بعنوان نحو ثقافة جديدة لحقوق الإنسان في مصر، انعقدت الجلسة الثانية للصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية المصرية بمقر حزب الاتحاد لمناقشة ملف حقوق الإنسان. انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس 2021، والتي تم تنفيذ غالبية التوصيات الموجودة فيها، زي لجنة العفو الرئاسي، وزي المرأة خدت حقوق في القضاء والنيابة ومجلس الدولة، وزي الحوار الوطني وإلى آخره. فهناك إنجازات تمت فعلا في ملف الحوار الوطني. احنا جايين النهاردة نفند حقوق الإنسان في مصر من خلال الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية اللي نصت عليها صراحة، وهي بدأت الاتفاقيات من معاهدة اتفاقية الأمم المتحدة اللي صدرت سنة 1948، وما تلاها من معاهدات دولية، معاهدة فيينا ومعاهدة باريس، وبتنص على سبيل المثال لحقوق الإنسان. في مصر مشروعات عملاقة في مجال يعني تمكين الإنسان من حياة كريمة، لما نرى فيها مشروع المليون وحدة سكنية حقي في السكن، لما نلاقي فيها مشروع المليون ونص مليون فدان حقي في الغذاء. الندوة تبنت تأصيل التجربة المصرية في حقوق الإنسان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مع الإشارة للتنمية العمرانية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. منجزات مهمة جدا في ملف حقوق الإنسان المصري خلال عام. جزء مهم جدا من ندوتنا النهاردة مرتبط بنشر ثقافة حقوق الإنسان على الطريقة المصرية، اللي بتهتم قبل التنمية السياسية بالتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا. احنا كحزب الاتحاد وكتكتل احزاب المعارضة المصرية بننظر الى ملف حقوق الانسان بنظرة مهمة جدا، لان هو من الاولويات اللي احنا محتاجينها الفترة اللي جاية، وده ناتج من الارادة السياسية نفسها اللي اطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. من اهم التوصيات التي تم التأكيد عليها هي ضرورة انجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك الاهتمام ببناء الكوادر في الاحزاب السياسية وتعزيز المساواة في الكرامة الإنسانية.